خلينا نروح لخبر تاني. واحتفاليه في الغردقه كانت بمناسبه يوم السياحه العالمي، استهدفت الاحتفاليه زياده الوعي باهميه السياحه وقيمتها الاجتماعيه والثقافيه، لانها بتعتبر واحده من اسرع القطاعات الاقتصاديه نموا في العالم. اليوم مبادرة إدعم سياحة دلك تحتفل بمناسبة يوم السياحة العالمي الموافق 27 سبتمبر 2022. طبعا كان بحضور طبعا ناس طبعا كتير عظيمة جدا، بحضور معالي السفير الوزير العرابي طبعا وزير الخارجية السابق، ومعالي الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن مجلس النواب، وكان مشارك معنا أيضا، دي كانت مفاجأة هذا الحدث، الجانب السعودي، الوفد السعودي كان حاضر معنا، الدكتور علي الشهري والدكتور فهد القحطاني. دي كانت مفاجأة اليوم إن هم أعلنوا انضمام مبادرتهم السعودية هذه بلدي الى مبادره ادعم سياحه بلدك. ان شاء الله باذن الله مبادره ادعم سياحه بلدك بتعلن انطلاق المبادره الى فرنسا في 27 فبراير القادم. فطبعا يشرفني ان كل المجتمع المصري يشارك معانا في هذا الحدث. المصري يعني عنده دائما رغبة ودافع ان هو يؤيد ويشجع صناعة السياحة في مصر. صناعة السياحة في مصر بتزدهر في هذه الايام، الموسم القادم انا ارى ان هو هيكون مبشر وهيكون في دفعة جيدة فعلا لهذه الصناعة، وكلنا طبعا عارفين ان هي بتساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي علينا كلنا ان احنا يعني لا نتأخر ولا نتوانى عن المشاركة في اي جهد من شأنه دفع هذه الصناعة، لأن ده في النهاية بيعود بعائد للوطن، وده واجب على كل مواطن أنه هو يعمل كل ما في جهده وكل ما يملكه من أجل استقرار هذه البلد العظيمة. أول ما نقول يا مصر كله يقف انتباه، المجد والحضارة والتاريخ مين ابتداه؟ احنا 100 مليون فرعنا افهموها بأي معنى، اللي جاي عادي عادي ألف مرحب بالأعادي، في الصعب بنقول يا هادي وحقنا بناخده بدراعنا، قولوا مصر مصر.